ما جاء من أحاديث في الحث على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج فإنها أحاديث موضوعة وبعضها ضعيف جدا، ومن بين متونها مما يدل على نكارتها حتى من حيث المتن فإنها من حيث السند كما علمتم قد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، قال رحمه الله: وأما نكارتها من حيث المتن فمنها ما جاء: من حج فزارني فكأنما زارني في حياتي. فيقول رحمه الله: لو كان كذلك لما كانت هناك مزية للصحبة، وبالتالي فإن الصحبة على مقتضى هذا الحديث لا تكون مزية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤكد ذلك أي يؤكد بطلان هذه الأحاديث ما جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: وددت لو رأيت إخواني، فقالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام صفة من يأتي بعده. ولذا أنكر الإمام مالك رحمه الله على أهل المدينة، أنكر أن يدخل الرجل المسجد ويزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام كلما دخل. قال بعض العلماء: إنما كان الصحابة رضي الله عنهم يدخلون المسجد، فإذا فرغوا من الصلاة جلسوا أو خرجوا، وما كان أحدهم يتكرر مجيئه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل ما كانوا يفعلون زيارته إلا لسبب كأن يأتي أحدهم من سفر، كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومع هذا كله فما كان يفعله غيره رضي الله عنه، فكان يأتي رضي الله عنه إذا قدم من سفر كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه، ثم يسلم على أبي بكر، ثم يسلم على عمر، ثم ينصرف ولا يدعو. ومن هنا استحب بعض العلماء أن من زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام لسبب أن يدعو الله عز وجل بعد أن يسلم عليه وعلى صاحبه، مع أن التحقيق فيما لو قيل بهذه السنية أنه لا يستقبل القبر حال الدعاء وإنما يستقبل القبلة، والذي يظهر أن الدعاء ليس ثابتا ولا منقولا ولا مسنونا بعد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وزيارة قبر صاحبه، إنما يسلم عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه ثم ينصرف، وليس هناك دليل يثبت الدعاء بعد زيارة قبره عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فإن بعض العلماء قال: استحباب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام كما هو صنيع النووي في الأذكار، وأنكر عليه رحمه الله وتعقب بأن الاستحباب إنما يكون لزيارة مسجده. ومن ثم فإن المسلم يستحب له أن يزور المسجد النبوي وأن يشد الرحل إليه لمقتضى الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ويدخل ضمنها إذا أتى إلى المسجد يدخل ضمنها زيارة قبره عليه الصلاة والسلام للاعتبار والسلام عليه، ولا يجوز أن يشد الرحل إلى أي بقعة. ولذا الغفاري وابن عمر قد عرف رأيهما في من زار أو أراد أن يزور الطور، أما شد الرحل لزيارة شخص في الله فهذا قد جاء به الحديث، إنما النهي عن شد الرحل للمكان. والصحابة رضي الله عنهم مع أن باب الحجرة مفتوح ويمكنهم الوصول إليه، مع ذلك كله ما كانوا يأتون إلى قبره عليه الصلاة والسلام ويقفون عنده، ما كانوا يفعلون ذلك، لا للسلام عليه ولا للدعاء عنده ولا لفعل عبادة عنده. ولذا لم يكن للشيطان فيهم مطمع كما هو شأن البعض في هذا الزمن، فإن الشيطان تلبس لهم عند قبره وعند قبر غيره من أنه يتمثل لهم وأنه يتحدث معهم.